مشارك النهارده في مليونيه رفض الاعلان الدستوري، وايه رايك في الكلام ده؟ رايي ان انا موجود، يعني ده رايي. طبعا موجود، يبقى ايه رايي؟ ايه الرساله اللي حضرتك حابب توصلها من وجودك يعني؟ لازم نبقى كلنا ايد واحده. هي دي مصر المدنية وهتفضل إن شاء الله. هنقدر نلغي الإعلان السوري إن شاء الله؟ قول يا رب. هنلغي.